حاضر حاضر. انه انا اهم شيء عندي صحه اساسي. انت وجعك شيء يا ابني؟ انا لا 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 الحمد لله. ولا يهمك، انا عشية على رواق. اقنعه. اخ لك يا عيني، اذا انا صرت مدير عام بدنا نشحن. هلا ورايح رح تكونوا محط انصار ان شاء الله. الله يلعن الزمان اللي ما عاد فيه امان.